غدا إن شاء الله هندردش مع بعض إزاي نحل امتحان اللغة الفرنسية تالتة ثانوي إن شاء الله. يعني دي عبارة عن دردشة إزاي نحل امتحان تالتة ثانوي، أو هنتكلم في كل جزئية من جزئيات الامتحان. طبعا أنتوا عارفين إن امتحان تالتة ثانوي بيتكون من كرام ديجري، من 40 درجة. ده رقم مش قليل أو رقم مش سهل، ده رقم أنتوا عارفين يعني في تالتة ثانوي أو الدرجة مهمة جدا، ممكن توديني من كلية لكلية تاني. ف 40 درجة ده رقم كبير، رقم مش قليل. ده رقم واحد. رقم اتنين، على فكرة معروف إن الفرنساوي مادة مجموع، يعني الفرنساوي يعني الطالب المتوسط اللي بينقص فيه درجة، المتوسط. فالفرنساوي مادة يا جماعة مادة مجموع، وحرام تفقد أو تخسر نص درجة في امتحان الفرنساوي، لأن معروف الفرنساوي زي ما قلت قبل كده مادة مجموع. طيب الامتحان عبارة عن إيه؟ مكوناته؟ يعني امتحان شكله إيه أو ظروفه إيه؟ طبعا انت عارفين امتحان الثالثه ثانوي او امتحان عامه بيتكون من كذا حاجه. رقم واحد، انا عندي الدوكومون، القطعه، الدوكومون يعني القطعه. طيب القطعه اسمها قطعه فهم، كومبرانسيون، بالتالي عايزه فهم، يعني مش عايزه ترجمه حرفيه. يعني معنى كلامي لو انت ما عرفتش تترجم كلمه او فيرب، ما فيش مشكله خالص. طبعا الامتحان فيه اتنين دوكومون، الدوكومون الاولى عباره عن شوازي ومكونة من 7 نقاط، مطلوب منك 6 نقاط فقط. يبقى في الدوكومنت الأولى ولو حليت جملة غلط ما عندناش مشكلة خالص. الدوكومنت الثاني عبارة عن فري أو فو، صح وغلط، ودي 6 نقاط في 6 جمل، يعني المفروض تحلهم كلهم. طيب الدوكومنت حلها ازاي؟ أول حاجة المفروض تقرأ الدوكومنت 3 مرات قبل ما تجاوب، يعني القطعة قراها 3 مرات قبل ما تفكر تجاوب. أول مرة قراءة سريعة هتعرف الدوكومنت دي بتتكلم عن إيه بشكل عام، وبعد كده تقرا الاسئله بتاعت الدوكومون، هتشوف الاسئله دي هو هنا مركز على ايه؟ مركز على التواريخ، مركز على الوقت لي تون، مركز على المدن، مركز على الشخصيات، على الجنسيات. هو في القطعه بشكل عام بيتكلم عن مين او عن ايه؟ يعني هو في الاسئله تحت اللي انا قريتها عايز ايه مني او مطلوب ايه مني؟ تاني مره يعني خلاص انا كده قريت القطعه قراءه سريعه وقريت الاسئله قراءه سريعه، ارجع بقى القطعه اقراها تاني بتركيز بقى واشوف النقاط اللي هو تحت في الاسئله اللي كان عايزها مني. هبدأ بقى بقلم كده واحدد واظلل النقاط دي جزئيه جزئيه كده واعرف مطلوب من ايه بالظبط. طيب افرض مثلا انا وبقى قطعه في فيرب مش عارفه، مفيش مشكله خالص، يبدأ اخمن معناه من سياق الجمله. يبقى لو عندي فيرب مش عارف معناه ابدا او جمله ابدا اخمن هو عايز مني ايه. خلاص خلصت كده، بعد كده ابدا بقى احل الاسئله بالراحه كده وافكر واشوف. يا جماعه دي اسمها قطعه فهم، فعايزه طالب فاهم مش حافظ. انا عندي في الدوكومو يعني في مثلا ساعات بيلعب بالنفي بالنيجاسيون، او يديك مثلا كلمه سيل لوحده او كلمه سيل مو فقط. طيب انا عندي بقى في الدوكومون ساعات الضمير يقول لك الدوكومون دي عباره عن ايه؟ يتكلم عن ايه؟ هل هي تكست نص؟ هل هي ميساج رساله؟ هل هي ارتيكل مقال؟ هل هي ديالوج محادثه؟ هل هي انونس اعلان؟ ولا ميل يعني ايميل؟ دي كلها جمل او كلمات مهمه جدا بتساعد على الاجابه في سؤال القطع. طيب يبقى قلنا يا جماعه القطعه عليها 12 درجه، يعني تقريبا تلت اكتر من ربع الامتحان. سؤال الدوكومون عليه تقريبا يعني عليه 12 درجه اكتر من ربع امتحان. فده سؤال مش قليل، يعني سؤال مش حاجه هينه، ده سؤال يعني عليه درجات كتير، وبالتالي يعني ما ينفعش استهتر بيه او استهين بيه واحله حل عشوائي. لا دي قطعه فهم، والقطعه شباب، القطعه شباب من اول حرف لاخر حرف مهمه جدا، والقطعة عشان تتقري 3 مرات، 3 مرات عشان بعد كده افكر اجاوب على سؤال القطعة. خلاص سؤال القطعة اللي عليه 12 درجة، هدخل بعد كده على سؤال مين؟ سؤال السيتياسيون، سؤال المواقف. سؤال المواقف ده يا جماعة محتاج يعني هو بيعرف هل انت حافظ الفوكاب ولا الكلمات بتاعت اولى ثانوي وثانية وثالثة، هل انت حافظها ولا لا؟ يعني سؤال السيتياسيون تقريبا كده بيخاطب مدى حفظك للكلمات، وردي واحيانا بيجي معاه وردي حته جرامير كده. طيب انا اساسا السؤال عندي في اللغه الفرنسيه يا اما محتاجه سؤال او محتاجه اجابه. طب اعرف ازاي ميسيون هي محتاجه سؤال او اجابه؟ من خلال ترجمتي للموقف. سيتاسيون هترجمه واعرف ده محتاج سؤال ولا اجابه. عندي فيربات او كلمات بتكون مفاتيح حل في سؤال المواقف او سيتاسيون. اول فيرب دوماندي، دوماندي معناه يطلب، بعد كده فيرب دير يعني يقول، فيرب دوني يعطي، فيرب دوني معناه يعطي، فيرب انفورمي يخبر، فيرب سانفورمي يستفسر عن، وكمان فيرب بروبوزي معناه يقترح.
فيرب ريبوندر معناه يجيب، وفيرب كونسييه معناه ينصح، ودي فيربات مهمه جدا بتكون مفاتيح حل المواقف يا شباب. وما ننساش شباب المواقف زي ما قلنا قبل كده تحتاج موقف، يا سؤال يا اجابه. هعرف ازاي مسيو اترجم السيتياسيون ترجمه وافهمه؟ ده محتاج مني سؤال والاجابه. طب ترجمه ازاي؟ من خلال حفظي للفوكاب السابق. طيب احنا قلنا سؤال السيتياسيون عليه هيجي لك امتحان 10 جمل هتحل منهم 9 فقط، بس انت يعني مستحسن وفاضل تحل 10 كلهم عشان لو عندك حاجه غلط يعني نقدر نعوض ان شاء الله. طيب ده سؤال السيتياسيون خلاص خلصناه. بعد كده نخش على سؤال الجرامير، سؤال لا جرامير النحو القواعد. سؤال الجرامير ده شباب عليه هيجي لك امتحان 11 جمله 11 افراز مطلوب منك انك تحل منهم 10 فقط. طبعا يستحسن ويفضل طبعا انك تحل ال 11 جمله كلهم. طب انا ايه الجرامير المقرر عليه السنه دي؟ انت عندك السنه دي جرامير ليز ارتكل اند ديفيني اللي هو النكره، ليز ارتكل اند ديفيني اللي هو النكره، ليز ارتكل ديفيني اللي هو المعرفه، ليز ارتكل بارتيتيف اللي هو التجزئه، ليز ادجكتيف بعد كده طبعا الصفات كده. خلصنا خلاص ادوات. هنخش بقى طبعا ادوات مهمه جدا. ليه بقى؟ هتعرفني اذا كان اسم ده مذكر او مؤنث، دي اهميه ادوات اذا كان نكره او معرفه او تجزئه. بتقول لي والله الاسم ده مذكر او مؤنث. بعد كده الصفات بقى، الصفات طبعا الصفات تسبق الاسماء زي ادجكتيف ديمونستراتيف صفات الاشاره زي سيوسيت، وزي ادجكتيف بوسيسيف صفات الملكيه اللي هي مون مامي تون تاتي وهكذا. طبعا حافظينها وعارفينها اللي هي مع الجي مون مامي مع تي تون تاتي مع ال وال سون ساسي الى ما اخره. طيب بعد كده لوز ادجكتيف كاليفيكاتيف الصفات الوصفيه اللي هي مثلا مذكر ومؤنث، يعني مثلا بتي صغير بتي صغيره مضيف لها حرف الاي وهكذا. طبعا دي كلها قواعد انتوا درستوها المفروض انكم عارفينها يعني. بعد كده مصدر اللي هو الانفينيتيف، المصدر الانفينيتيف والمصدر اللي هو الفعل، يعني مصدر يعني الحاله الاولى للفعل، يعني الفعل زي ما هو زي مثلا بارلي زي ما هو بارلي قادر يقول وهكذا، يبقى المصدر هو الحاله الاولى للفعل. بعد كده عندك بعد الانفينيتيف عندك البريزون مضارع اذا كان مجموعه اولى او ثانيه او ثالثه. طبعا احنا خدنا البريزون عرفنا مجموعه اولى يعني ار، مجموعه ثانيه يعني اي ار، مجموعه ثالثه دي كلها مع الشواذ تحفظ حفظ زي فير وبراندر وايتر وافار وهكذا، دي كلها طبعا افعال تحفظ حفظ. بعد كده لو فيتير بروش المستقبل القريب، لو فيتير بروش اللي هو عباره عن فيرب عليه زائد المصدر، فيرب عليه زائد المصدر. بعد كده لو باسي ريسون، الباسي ريسون اللي هو عباره عن تصريف فيرب فينير زائد حرف الجر دي زائد المصدر، ده اللي هو مكونات او التكوين بتاع لو باسي ريسون الماضي الحديث. بعد كده الباسي كومبوزي الماضي المركب، الماضي المركب. طبعا انت عارفين في الباسي كومبوزي الفعل بيكون مع افوار او مع اتر، وعرفنا في كده 14 فيرب او 14 فعل بيجوا مع اتر احنا خدناهم وعارفينهم وحافظينهم، وكمان الافعال لبرو نو مي نال افعال ذات الضميرين تيجي مع مين؟ مع المساعد اتر. اما بقى الافعال تيجي مع مين؟ مع افوار. وبعد كده عارفين طبعا درسوا على مدار السنه ازاي نعمل البارتيسي باسي اسم مفعول من الفعل اذا كان مجموعه اولى او ثانيه او ثالثه. بعد كده استفهام الانترجاسيون استفهام زي او اين كومون كيف بوركوا ليه كل ما او اي بوركوا لماذا وهكذا، دي كلها ارتيكل انترجاتيف ادوات استفهام مهمه جدا بتساعدني كمان في سؤال الميل او سؤال السوجي الموضوع. طيب بعد كده نفي نيجاسيون، احنا في خدنا بعد نفي جزء نفي الكلي او نفي جزئي، خدنا نفي اللي هو ني با او خدنا ني جامي وني ريا وني بيرسون. طبعا النفي احنا درسناه على مدار السنه. بعد كده لي برونسونيل ضمائر شخصيه اذا كانت فاعل او ضمائر مفعول مباشر او مباشر. طبعا ضمائر فعل هي زي جي تي ال ال، لكن ضمائر مفعول مباشر اللي هي لو لا الا بصرف لو افك اس، وطبعا غير مباشر اليو او لير. وطبعا ما ننساش ضمير ام ده مهم جدا. طيب بعد كده المقارنه الكومباراتيف، المقارنه اللي هي لو كان مقارنه بالصفات يبقى بلو ادجكتيف وكي، لو كانت مقارنه بالاسماء مقارنه بالصفات بالادجكتيف بالاسماء او بالافعال. طيب اخر جزء بقى حروف الجر، لحروف الجر لبريبوزاسيون، حروف الجر زي سير على دون في اون حرف جر اون وهكذا، عندنا حروف جر كتير جدا خدناها على مدار السنه وانت اكيد طبعا عارفينها.
طيب كده خلصنا سؤال الجرامر يا جماعه، خلصنا سؤال الجرامر خلاص، وخدنا فيه النقاط المهمه جدا او اهم النقاط في سؤال الجرامر. هنخش بقى على السؤال اللي بعد كده، سؤال من الموضوع، وده بيبقى عليه 4 درجات، وهاتوا لك امتحان انك تكتب ترواها فراز كومبليت، يعني 3 جمل كاملين. وخلي بالنا من الاستفهام، مهم جدا في سؤال الميل، من فضلك في الميل محدش يكتب باختصار، عايزين جمله كامله، يعني فاعل، فاعل مفعول سوجي وفيرب كومبليمون، وتكون جمله بسيطه، ابعد عن التعقيد او عن الفزلكه كداب، احنا عايزين جمله بسيطه جدا بتعبر عن الهدف المطلوب مني. ده سؤال الميل. بعد كده سؤال 2 سوجي في الاخر، بيديني 2 سوجي هتحل منهم واحد فقط. طبعا انت عايز هنا في الامتحان تكتب 5 جمل، سلك في راس، حاول بقدر الامكان تكتب 5 جمل، يعني يستحسن في سؤال السوجي انك تكون حافظ المواضيع المهمه. واحنا نشرنا على اليوتيوب فيديو كامل على اهم المواضيع المتوقعه السنه ان شاء الله، ويعني مواضيع متوقعه مهمه جدا يعني موجوده على اليوتيوب، انا نشرتها على اليوتيوب فيديو، فمن فضلك ارجع شوفها، لان دي مواضيع متوقعه ان شاء الله السنه دي انها تيجي. طيب كده نصايح بالنسبه طبعا للسوجي، في نصايح مهمه جدا. رقم 1، يعني انا بكتب جمل باختصار شديد جدا، يعني جمل مكونه من فاعل، فاعل مفعول. طبعا هو في امتحان بيديني 3 كلمات مساعده، انا بحاول بقدر الامكان استعين بالكلمات دي على اساس ما حدش ينقصني في الامتحان. يستحسن كمان تكون انك حافظ الكلمات، حافظ اهم المواضيع المتوقعه. نكتب بالراحه كده بخط جميل وبخط منسق، يعني يفضل انك تنقط جملك، يعني تنقطها يعني 1 2 3 4 5، بحيث يبقى اجابتك منسقه منظمه وجميله. دي يا شباب اهم النصائح المتعلقه بامتحان اللغه الفرنسيه، ويعني كان نوع من الدردشه او الفضفضه ازاي نتعامل مع امتحان اللغه الفرنسيه. ان شاء الله استنونا في مراجعه ليله الامتحان، هتكون مراجعه ان شاء الله مهمه ومثمره، وان شاء الله هنشرح فيها او نقول اهم النقاط او الجمل المتوقعه، ونتكلم عن المواضيع. طبعا لو في عندك سؤال ابعت لي في التعليقات او على الواتس. اورفوار، كان معاكم مسيو ايمن سعيد، توفيق ان شاء الله شباب.